تاني حاجة، أنا دي أول سنتين يا أحمد أعتذر عن أعمالي برضو، ده فرق، لأنه لما بقى عندي حرية الاختيار زي ما بيقولوا، أو عندي رفاهية الاختيار في الأدوار اللي بلعبها، أعتقد ده عمل يعني برضو أكيد تيست مختلف للأدوار اللي أنا قررت ألعبها. يعني سنة 2000 موسم رمضان 20، موسم رمضان 2023 موسم أنا معتذرة، يعني كان في حاجة اتعرضت عليا وبعد ما قريت وكده اعتذرت منتهى المودة، يعني لأن أنا بحبهم جدا وكان عمل محترم جدا والقائمين عليه ناس محترمة، بس أنا ساعتها حسيت إنه أنا هيبقى دور تأديت واجب، فربما ده يخليك تحس إنه هي موجودة بس مش موجودة. فلما غبت بغيب موسم بيجي لك دور تاني مثلا في حاجة أنا لقيت له مدخل، حاسة إن في منه حاجة أعملها فبحط فيه كل الإيفورت بتاعتي فبيفرق.